الله ضبط وضعي هنا الحين. حياكم مرة ثانية، معك أخوك عبد السلام. بداية مرة ممتازة صراحة. حياكم مرة ثانية تختيم الديمن سولز. اكتشفت طبعا بعد ما صورت كم مقطع الآن إني نسيت أغير الخاتم اللي يخلي طاقتي أقل وأنا كفانتم، فما كان له فائدة إني أنا كنت لابس طول الوقت. الحين بنرجع. احنا آخر شيء خلصناه، احنا وقف ذبحنا بريزن أوف هوب، مو ذبحنا منطقة، ذبحنا البوس اللي فوز ايدل. الحين بنرجع على البولتاريا. ثواني بس، ما احنا بمطولين ان شاء الله. بنرجع لوردز باث. لان في ايتم بس ودي اخذه، ودي اوريكم شيء هنا مهم. اوش ناس اسبعي ما يستنوا حتى بعد الوقت. انا بدي اعرف باللعبة هلو في لازال في سكريبينج سبير ولا لا. طيب نجي الحين هنا. وين التنين؟ التنين ذبحته، وهذه روحه هنا. هذه هي سمول سكيلد فليم، هذه هي روحه. اخذته وبعد ما ذبحت شوف اعطاني 7850. يعني حتى بعد ما يستاهل، حتى بعد السولز. يعني في بوسز يجيبون اعلى منه. السبير يعني بنجح، يعني بناخذ الايتمز اللي ضيعناها كلها في براتيريا. ثم في ايتمز ورا عندك التنين الازرق، بناخذهم. طبعا الطريقة هي بسيطة، ترقى هنا فوق تحط السهم وتبدا تقنص عليهم مع الجسر. كان بروسس طويل لانه خصوصا انك كنت تستخدم ايش كان اسمه، استخدم يعني اسهم مرة ضعيفة، ف يعني كنت قاعد حوالي ظهر ساعة ونص او ساعة كذا، ساعة ونص او ساعة وعشرين دقيقة. والمقطع اللي رفعته على فكره، ما ادري شفتوا المقطع اللي قبل هذاك، رفعته من البلاي ستيشن على طول. انا اخذ كل الاغراض بس، ثم بعدين بنرجع ورا. في ايتمز نضيعها زياده. يب هذا اخر شيء. اوه اوكي ممتازه ذي. خلنا نرجع الحين. والله عندي ايتم يرجعني على طول. وش اسوز؟ وش اسوز؟ 1 باك تو ذا نكسس. استخدمه. يس. حلو، ما خسرنا السولز بعد. الحين بنرجع مرة ثانية لما جريت لا هي لوردز باث. اصبر، اي نبي نروح لوردز باث اسرع، لان ذكرت بعد هذيك مدينة نرجع مع الشورت كات. عبر من هنا نسحب عليهم بس. خلنا نبدا نرقى. عم نبي نقاتلهم اصلا، بس نبي نفتك. مشكلة مع الجسر فيها النايتس، فراح نتلشفهم شوي. شكرا. يلا من فيه الخات. طاح غلط. يلا هذه مشكلة، مو المشكلة لا، انا ليش ابي ارجع؟ لانه في خاتم هناك بحد الايتمز، خاتم مرة مفيد. انقلع. اوكي
ترى جيت من هنا. سمعت شفت ناس بتويتر عندي يتكلمون عن باب مقفل بديمن سولز، يقولون جديد ما حتى بعد ما نعرف حنا وش فيه. حتى الناس اللي لعبوا ديمن سولز وحللوا قالوا ما نعرف. ف نايس، هنا فارم طاقة مرة ممتاز. شوف انك صدقت شوي على طول ترجع لي. طيب احنا الحين ذبحنا التنين الاحمر بس ما ذبحنا التنين الازرق. الازرق صراحة ما ادري شلون تذبحه، انا اسمعك عشان انه في طريقة. هذا كو على الاقل ما ينفخ علينا نار، هي بس لو تقرب له بيضربك بذيله. زي كذا ستذكر لو ضربته انت. استخدمت هذا بالغلط. ستذكر لو تضربه بالاسهم هو من نفسه يروح. والله الاسهم ما تجي. ليت في ذاك البق داكسوس 1 يوم تضرب ذاك التنين اللي على الجسر. بيرفل فليم شيلد حلو. صوب بغي دفن. يلا معك يستاهل التضحية. عطني ثواني لينج اوف هيكلين سترينث. هذا هو رينج اوف جريت سترينث، هذا الخاتم اللي نبيه. شو يسوي؟ اكويبمنت ويت، فنقدر نلبس دروع اثقل ونتشقلب اسرع. الحين خلنا نرجع احنا الحين ل ما شيء نخر هذولي. نرجع الحين اكسس. يس خلاص، يعني تو لو معي واحدة كما استخدمتها بس معي اثنتين. اوكي خلينا نجدع نص اغراضنا اللي ما نبيهن. اي توماس. Hello again. I'm keeping a close watch on your belongings, don't you worry. Saints, sages and all manner of wise men watch this rejuvenating. I too must contribute. يب كان نفس الكلام هذا سمعناه. ايش ذي ما نبغاه؟ هذا اكيد ما نبغاه، هذا اكيد ما احنا مستخدمينه. ثرونج نايف ما تدري متى له فوائده. حصى تجدع، دائما اجدع الحصى، دائما اجدع ماتيريال صراحه ياخذ مساحه على الفاضي. انينج سبير اجدع. هذا الدرع عندنا نضرب فيه بس لا. هذا الدرع قوي ضد النار، ما يخليه الحين نجدع. اشتع هذول خلاص ما بيهن. اشتع الاسهم لان الاسهم هي اللي تو ما اخذت المساحة علي. خلنا نشوف لو لبست الدرع اللي انا اخذته، لان الحين غيرت الدرع الشيء الوحيد قدرت البسه هل اللي هذا اللي معي. خلنا نشوف يعني هل
have a heart of gold. يب لازم تقدر تشيك لاب. اوه اسمع تسمع ها كي يتكلم بس لما تلبس الخوذه يتغير الصوت. امسح حلوه. اه لا صرت هذي. اوكي اجل على يلا اجل يبي له بس ترفيع ليفل. خلنا نشوف. اه ها اجا كل خلنا نطور الدكستيرتي عيب عليك كل تطوير يعطيني يرفع الاكويبمنت بردن بس لا طلع فقد اندورنس. اصبر ما عندي سولز اللي عندي استخدمهن. اوكي اه ليفلين فقط. اه اوكي اندورنس فيتاليتي الحين نوب. حتى لو تلاحظ شوف في لمسه. شوف شلون شخصيتي واقف. شوف شلون واقف. قل وخرته بنظام خليته خفيف يوقف كذا صح. لمسه حلوه تقدر الحين تعرف شلون وزنك بدون ما يعني تقعد كل شوي تغير. وخر هركنين سترينث. عطني هذا حق الطاقة حاليا هو الوحيد اللي لاستخدام. ريزيستنس تو فليم ريزيستنس بليدنج. اوكي وين اصبر اوريك الحين ايش راح اسوي. ديسكارد يس ما نبيهم. اوه اصبر نسوي سنت ستورج هنا. يا سلام. اوكي يلا خلصنا الحين. بدي استخدم السول حقت. خلها. لا اصبر. خلنا نصلح كل اغراضنا. نبدأ نطور اسلحة. بيرتشس. ودي اخذ هذه اخليها معي احتياط. خلنا ناخذ واحدة اخليها معنا احتياط. ما تدري متى تحتاجه الصراحة. الطاقة. طبعا بدي نشتري على طول من ستورج. اسفين كل تبن. خلنا نجتاع الدروع. نسيت افتح القائمة ارسل على طول المنيو. اوكي. You have a heart of gold. Let them take it from you. ها يلا الحين نبدا الحين منطقة جديدة. عندنا ستون فانج مايند. عندنا فالي اوف ديفايلمنت. الصراحة انا اشوف ستون فانج مايند. ستون فانج مايند هو اكثر مناطق اللي عادية فنبروح لفالي اوف ديفايلمنت. فالي اوف ديفايلمنت انا وصفت اكثر مرة ولا زلت صادق. تخيل كل الناس اللي بوجه الارض اجتمعوا مكان واحد وكبوا زبالتهم هنا. هذه Valley of Defilement. مشكلة ظلام الحين. ودي ارفع برايتنس شوي عشان اقدر اشوف بس بنفس الوقت ما ودي لاني عارف انه يعني زي ما تقول راح يخرب اللعبة. يعجبني شلون اللعبة شلون بديت ساحر انتهيت نايت. طبعا انتبه هنا للطيحات تراك يعني صعب. تمشي زين. يس سولز
هنا. شلون اركع؟ اوكي. من كثرة الزبالة هنا في بوس يعني يستخدم الزبالة عليك كسلاح. على فكرة بس مو هو بزبالة بس، تكرمون حتى بعد مجاري. هذي شوف مو ما تسببون دامج بس تراهم يدفونك فانتبه. تذكرتك اللي شو منطقة غثيثة. بس لما ننزل. رحنا ذاك الايتم. بسم الله. يس. مورنينج ستار. ما احنا مستخدمينه. اوتش. اتذكر انهم بعد يسببون بويزن او بلايك، او ان هذه اذا نزلنا تحت راح يسبب لنا بلايك. خلنا نضبط المايك. هذا تراه شورت كت. انا ما اظن. يب. يعجبني اوبريت. باختصار اضربه. Element of God. Yep, poisoned. صح علي. إذا كنت كثير هذا مثل goblins، goblin slayer يوم شرحوا شلون إنه إنهم هم يستخدمون ال إيش كان اسمه تكرم بولهم عشان يسببوا لك سم. صدق نحتاج هذه هنا. يلا الو. بسم الله. لو اخذوا التحسينات اللي هنا اخذوا من الريميك وحطوا على اللعبه الاساسيه يمكن ارجع العب اللعبه الاساسيه بحيث تسال اغراض على طول الستورج. نقف ماجيك دولنس الظاهر هذا يعطيني الدفاع ضد الماجيك. اوتش. انقلع انقلع مو بوقتك انك تدفن. ذاك الخاتم اللي تو اخذته رينج اوف ماجيك دولس وينه؟ لور ماجيك باور ريز ماجيك ديفنس. اوكي عكس جد ذاك الخاتم. الخاتم ذاك يعطينا هجوم بس ينقص الدفاع. هذا العكس ينقص الهجوم بس يعطينا دفاع. اتذكر في واحد مثلهم بس عملاق هنا. انا ما رجعت الا لا انا هنا ذبحته بعد بس اتاكد. انا احب المنطقه دي عشان بوس واحد فقط، والمشكله بقى انه البوس الاخير. يا ساتر. اذبح ذا على طول اللي يدفك. الثاني بيدمجونك ايه بس هذا بيدفك ويطيح.
تبي الحين نظام شلون اخذ هذه الخضرة اخلي طاقة تعبى شوي ثم اخلي الباقي على الدرع والخاتم. اتذكر ان هنا في مرة تبيع صح؟ تحت هذه هي هنا. خفت انا هاجم كتبت انها هي. يجيب ترى لو تنظر تحت ترى الليفلات تحت. لا 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 لا. اوف انا بغيت اطيح. بويزند. اوف. انقلع. اوكي يلا من هنا. طبعا المكان هذا اللي وحين بعد قصه ترى المكان ذا له قصه وهي اقرب شيء شفناه البزيرك. في احد مات. سينت روب. ما انت بدافن. فهذا المكان هنا له قصة وهي أقرب قصة للبزيرك، ودي أتكلم عنها بس حالياً لا خلينا نشوف إذا قدرنا يشرحونها. إذا ما قدرنا راح أشرحها أنا خل أخلص المنطقة. هذه هي. مين يجيب ولد هنا؟ ولا راح تقول ماي بور تشايلد وين الولد؟ بلاك بين هاي بلاك بين تريز. Infuse with wooden weapon. Temporary flame. اوكي هذه مبشينا. Rotten arrow هذه احسن اسهم خطط بزبالة علشان او تكرب البور عشان يصير سهل عشان يصير سم. نايس. لازم اشتريها بعدين. لا ما انا محتاج هذولي. اعطيني هذولي. ثلاثة. Give you some advice. Hello. This place buzzes with pests fattened on a diet of souls. You could do worse than keep some lotuses for protection. The price of survival can never be too high, can it? Yep, he to be after a lotus. I'll give him one. How many years has it been since that witch Astraea came to this valley with that squid-headed knight? Those ridiculous white robes of hers. I swear I caught her glaring at my son in disgust. Yes, it's true. She's as nasty as they come. And she's a demon to boot. Not that it surprises me. إذا معناته إن هي قالت عن أستريا جت قالت هي ساحرة جت مع ذاك النايت حقه. You could do worse than price of survival. Finished already, my little one. It's a growing boy. Please be generous. Bueno. فقالت إن هي اللي جت وهي اللي سببت كل هالقرف ذا. A plague عشان منسم ليه؟ عاو. لأنه هو زي السم بس اللهم يصير أسرع مفعوله. حلو. الحمد لله عندي واحدة. هو نحتاج أكثر من واحدة بعدين. أتذكر من هنا يجون. يب شوف ذاك العملاق هناك. تعال. شوف شلون؟ قتال يعني هنا على الحافة ذي راح يصير. راح يجون ذولا بعد. اوكي
ما ادري اخذ طاقة لو كنت صريح معكم. اوه حلو، اجلها نقدر نستخدمه لانه بنحتاج حنا النار، لان البوس الاول هنا بالمنطقة ضعيف ضد النار. اضربهم خلى اوكي مدام جاني بويزن. يلا مدام خاربه جسر. تعال اشوف اصعب مكان تروح له صراحه كبدايه Valley of Defilement. هنا راح تموت وتموت وتموت. حلو صراحه انهم غيروا شكل العملاق، لانه اصلا القديم كان شكله مثل العديم بس عملاق. هنا شيء لونه اخضر، غيروا شويه عليه. ودي اشعر ردة فعل ميازاكي للريميك. الله نبتل تحت. مشكلة فالي ديفايلمنت انك تقعد نازل 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 نازل. فأي خطأ واحد ممكن يطيحك وتموت. والمون جراس. اوه وصلنا باص؟ يب هذا هو. هذا هو البوس. ليش مانجر. انه يجمع الحشرات عنده. ليتشز. يا ترى انتبه ترى بدي اجد عليك زبالة. الحين تحول على هذه حقت النار. لازم تنزل. انتبه لا اوو انتبه لا تطيح. على فكرة يجنك هذولي. ترى لو تولع النار سلاح والله ما اقدر اولع. اوه تذكرت صح، يمكن عشان انا صح عشان سلاحي مو سحر اصلا. لو تولع سلاح النار او تمسك تورتش ترى يروح نار. او لا انا ما اتوقع اقدر استخدمه الحين على سلاحي، بس استخدم هنا ضده نار. بلاك فاير بومز عندك طرش علي. بوصل بالمنطقة بشكل عام يعني سهلي. المشكلة الحين ما اقدر كذا عشان السلاح، يعني سلاحي اصلا به سحر. ف ونخلونا قوية تصير سخيفة عاد. يلا كمل. من كثرة ما هو زبالة في بوس يستخدم زبالة عليك وحشراته.
ولا كان البوس قاعد يهيل نفسه. اتمنى انه انا لا البوس قاعد يهيل نفسه ابن الذين. تصدق والله توي ادري انه بالعاده اجد المنطقه انا مره اكون ليفلي عالي او معي سلاح نار او اثنين. استخدمت حق البويزن تو ورا ما تهيلت. هذا هو البوس ليتش مانجر. هو سهل حتى بعد شوف حتى بعد يوم استخدمت النار لازال سهل. عطنا روحه والحين وصلنا سوامب اوف سورو. هذه ذكر كثير من دارك سولز 1 لانه تشبه ايش قصدك ذاك بلايت تاون. وين هذه اعطيني strength. يب خلصت شكرا. واخر هذه دارك مون هذه بخليها بعدين. متعود اتكلم على ادري يديني امتى القائمه ارسل بس متعود اتكلم. خياس ها اصبر. لا you have a heart of gold. Alex, you're just lucky it's me. The others wouldn't stand for it. ايه صلح اغراضي بس. يلا خروح الحين ستون فانج مايند. لان النظام شلون بخلص البوس الاول اطبع المنطقه الثانيه بوس الاول المنطقه الثانيه بوس الاول المنطقه الثانيه وبعدين يوم بديت المنطقة الثانية ببدأ على طول يعني المنطقة الثانية أهزم البوس واستمع على طول للفاينل بوس لأن ذكر ما في منطقة بعده لأن ذكر بعده على طول تبدأ الفاينل بوس. سميثين جراوندز أوه حسن المكان. ديت مسج The next enemy is capable to thrust attacks. Okay. Hello there. Agil. Souls. I trade fine goods for souls. Agil, شكله. Our little town. It's a nice wee place. All those lizard-eyed townsfolk are busy tinkering with stone and don't bother with old folk like me. Makes life rather easy for me. I can get away with anything. I always knew there was a god. Thanks for looking out for me. Yep, check the angle. Have you heard about sparkling lizards? Not easy to catch, but they've got some fine stones. Yep, out of them. I know where one of their nests is. Oh, I'm sorry. I can't give it away. وان يقول عارف وين مكانهم بس ما نعلمك. الكسر كبري ستامنا فاست تمبرالي I always knew there was a god. بس. Want to play? You've got to pay. Don't you agree? لا قاعد العب دفعت حق اللعبة خلاص. اتذكروا هنا في ليزارد. أو إنه من الجهة الثانية. Unknown hero sword. يلا عاد اتذكر ستون فانج مايند
ما كانت مرة مزعجة. حتى بالمنطقة نفسها بشكل عام هي أكثر منطقة يعني أشوفها أقول يعني ما أتذكره. يعني Valley of Defilement أذكره، أتذكر مثلاً بوليتيريا، بس هذه لا، هذه أنسى أكثر وقتي. Sticky White Slime، لازلت بسميه Sticky White Stuff. ليش انا ليش احب تصميم المناطق ديمون سولز اكثر من بعض الالعاب؟ لانه ديمون سولز مناطق مثلا يعني كثار بس انها قليلات، يمكن ليفل ليفلين وخلاص تنتهي، يمكن بوس بوسين، البوس الثالث هو الاخير، فيعني تحس انها قليلات بس مركزين عليهم. بعضهم يهاجمون بعضهم يهاجمون، بس لا جازة تذبحهم على طول. ذاك في غرفة براميل بعد. ليش ما نقعد تذبح منا؟ ما يستاهلون. اوكي الحين بدي يعني بديت تخاصم ما بذبحهم كلهم، قالوا لا زعلوا. ما اسوي ديسكارد سنت ستورج كيما انا ببيهن. اكس صح، هنا نقابل الدبي ذاك. لازلت احب تصميمها القديم اكثر. الصراحة احس الجديد مو مرة. القديم احلى بحيث انه لابس قناع تحس كانه مهرج، وتسمع ضحكته كذا يضحك تحس انه مهرج. هذا ماشي يعني الحين تشوف يعني شوف اخ تحس واحد دبي. يعني هذا الحين صار وحش عادي. بس يلا على كل الريميك هذا، اذا يعني مو ما راح يصير 10 من 10، ممكن شيء راح يصير 10 من 10. شك والله الله. بس اذا واحد عدو طلع خياس واخذ ريميك على هالمستوى ذا، بعيش. كاك سلاح. يب هذا الحين بدي يسوي لنا سبام. سبام اي سبام بدي يسوي لنا سبام نار. هنا عاد ترى الفاينل بوس حق هذه المنطقة دي يعني من احد البوسز اللي يوم هزمته انا قلت لا مستحيل هذا الفاينل بوس، ثم طلع الفاينل بوس قلت اوه قلت بس كذا. او لا كان شفت فانتوم هناك. اوكي شكلي الحين انا بغيت ستونز ولا شيء اعرف انا اروح. هو ما قال بعد فيه بلاك سميث هنا؟ اتذكر احنا نلقوه بس لازم نشغل زي الاسانسير عشان ننزل له. اتوقع انه هو بيقدر يطور سلاحنا هذا اللي معنا. اوه يوم شريت اخيرا حق تصليح الاسلحه على طول اعطوني. قال امسك.
على فكرة ترى هذاك كمبيوتر مو بلاعب، هذاك حاطين عشان يعلمونك وين تروح، لاني انا حين حاط اللعبة اوفلاين السبب معين، مو بعساس انه ما بي انفيد ولا شيء، لا لاني انا احتاج ارفع تخزين الكلاود. مشكلة بلاي ستيشن 5 حاليا انه اوتوماتيك يرفعه الكلاود، فما بيأخرب عليه ببروغرس ولا شيء. لو قل مثلا صورت فيديو والفيديو مثلا طلع خربان ولا شيء، لانه تصير، فابدا اشيل الهم، اقول اوكي خله اوف لاين عشان اضمن على الفيديو يطلع زين. خلنا ننزل. يلا خلنا نجي من فوق. اذكر البوس حق المنطقه كان العنكبوت اللي تفل عليك نار. اذكر كان مو مره صعب، مو مره صعب، مو مره سهل، بس انتبه الهجمة ذيك اللي كان جاي يطب من هنا على طول. تونا تونا على الفاينل بوس. اوه ذول اكرهي لهم. اوه في ايتم. نتذكر انهم ينفجرون او شيء زي كذا. مين؟ هنا شوف هذول هنا تلاحظهم. تحت ترى متعلقين هنا على تحت الفرن. انقلع. هاجم ار2 انا عشان بس اقدر اضمن اني بضربهم. الاكسر شكرا. حسيت حتى بعد اللي يعني اوه لا لا هنا لازم نطفي النار اول. يعني الاولد اي الاضافه ذيك حقت مو الاضافه ذيك، المنطقه ذيك حقت دارك سولز 2 اللي حقت النار، يعني هذيك على الاقل اشوفها يعني ازين من ذي. اتذكر تجي من هنا ترقى فوق. اوه بسم الله. اتذكر من هنا الشورت كات. ساعتك ايش هنا ستونز؟ أو. أو. أو لا. Invisible wall? Nope. Okay. رجعنا للصفر. يا ساتر شو هذه المنطقة ذي؟ مزعجة أكثر من Valley of Defilement. أعتقد بعض الأحيان إنك لما تطيح ما تزعل إنك خسرت الأيتم، تزعل إنك طول عمرك تقول لازم أرجع أمشي. والحين تضيع تقول اوكي لحظة انا جيت من هنا، لا اصبر انا اخذت يمين. اروح من هنا قدام. يجبني هجمك بالكيسة حقت العصا الحصى. يعني اقرب شيء بيده. يا ساتر القائمة عندي خربت.
للأمانة يعني تسمع المنطقة من برا حلو، بس جوا المنطقة نفسها لازلت أشوف أن حتى لعب ديمون سولز كنت أعتبرها يعني مو بأسوأ منطقة بس أحد أكثر المناطق اللي تصميمه هذه الشورت كات يعني أحد المناطق اللي تشوفه ما تقول واو تقول يعني تبي تنساه. تعرف المنطقة نفسها ما بشيء يخليك تقول اوه حلو ولا واو ولا اصبر الغاز شو القصة، لكن لا ناس باختصار ناس تفنوا وناس ناس حفروا بقوة. اشوف نهزم البوس الاول هنا او نموت عند البوس الاول نوقف المقطع. نشوف الحين ما في طريق. اوكي تعالوا خذ الاجرو حقهم اضرب اخوياكم تكفون. يا ساتر يشيلون الحصى بيدينهم اثرهم شو القوة ذي. شيلد شيلد حقنا ما نبغى غيره يعني عبي الطاقة اشتري اكثر من كذا. اذا كان الدرع يعبي استامنا هذيك الساعة نتكلم، غير كذا انسى. ايتمز هنا يبي لي ارجع لهم بعدين. كم ايتم انا خسرت؟ ستون شارط مو بستون. اوه انقلع يا اخي على هالقرطه كل اخرة يجيني كلب. اوكي راح يمسك طابور. اوكي يوم وقفت الهجوم قرر يهاجم. اوكي لعبة طقطق علي الحين. يوم شارط قلت اوه يمكن تحتاج واحدة امسك. في شيء هنا نضيعه؟ لا. اوكي. وينك البوس؟ بعض الحين تصير منطقة دارك سولز يصير الطريق للبوس أصعب من البوس نفسه. صول نقل من السير طلعنا يعني بليفل. قلع هذه هي. الماي الحين تنكب على اللافا اللي هنا. وطبعا كلنا لاعبين ماينكرافت نعرف شو راح يصير اوبسيدين. والحين نفتح بوابه ونسوي فجاه اللعبه تقلب ماينكرافت منظور اول وبنبني اوبسيدين ونفتح بوابه النذر ونحارب البوس. ضحكت على النكته؟ اوكي شكرا. يلا نرجع من هنا هي فوق. هذه عشان كذا تلاحظ انه في ايتمز لو بتركز على اللافا بتلقى يعني ايتمز طايحات. بعد ريزيستنس رينج ما
Poison resistance هذا بحتاج بفالف تفايل من المنطقة اللي بعدها. يلا اعتقد وصلنا لفاينل باس الحين. اوه لا هذا غرفة ال ابعد. ذاك هذا ياب ما غريب خبر اول ينفجر مرة. بطلونه نايس. لازم تكون مستمرة يا ساتر. حلو ننزل هنا بنلاقي شخصية مرة رهيب. شوف أول علامة من بوسك هي طعن كبوت. هذا الأرض انكسرت. يجيبني هذا نازل احس انه قوي بس لا انقلع. سيف نار انا سيفي بوح سحر. تعال ما كل شيء تخوفني لما تدخل المنطقة ظلام تقول اوكي في حفرة بتموتني على طول. في هنا المفروض اروح من هناك بس في ايتمز عشان نضيعهن. يبيلي ما اركض انا يبيلي ما اتهور. كيرس بليد شكله خنجر انا مستفيد منه ابدا. يلا لد مات. اللي خمت كنت هذا استخدم عشان ارق اصلا صير لي. هذا هنا البوس. ناخذ الايتم. احتياطا فقط. هذا هو ارمورد سبايدر. شوف يبدا ينحرق. اوو ترى طلع معك هذا العنكبوت انتبه له ترى تبطئك. هذه شفته. الحين ما عندي عدد هذه. ترى بعض الاحيان عنده هجمة ينفخ الارض بنار لازم تهج. هذه هي ابعد حق حلو. تشوفه ينفخ الارض بنار عشان تعرف متى تهج. تخيل البوس بكراش. طبعا هو عندك يعني خلاص قرب الموت. اوه
ما انت جايبني بس بالذيب تجيب انا اكيد. نوب. حلو خليك يعطيك العافية. وبكذا خلصنا المنطقة الأولى من ستون فانج مايند. خلنا نروحه ونبي نرجع للنكسس. وبكذا وصلنا نهاية المقطع. يعطيكم ألف ألف عافية على المشاهدة شباب، شرفتوني والله ووسعتوا صدري. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمقاطع و يعطيكم ألف ألف عافية. حبيت بس أقول شيء على السريع، إني أنا رفعت جودة الفيديوهات لأني صراحة نسيت إعدادات بالجهاز والعذر وسموحة معليش. كما أخوكم عبد السلام، يعطيكم ألف عافية على المشاهدة ومع السلامة.